هتقولوا لي الكلام دوت بروفد ان هيومن، اقول لكم لا، الكلام ده مثبت فعلا ان انيمال، ان انيمال اتثبت بي بي ايز بيعملوا يا دكاتره جاستريك كانسر. تمام، دي نقطه مهمه جدا. عايز اقول كمان انه الاتش سي ال مهم جدا للابزوربشن بتاع الكالسيوم وفيتامين بي 12. يعني احنا بدون افراز الانترنسيك فاكتور المهم لانه فيتامين بي 12 يمتص في الاليوم تحت، مبني على وجود الاتش سي ال، وجود الاتش سي ال في الاستومك ضروري لانه الانترنسيك فاكتور يطلع. فاهمين ازاي؟ ومش كده وبس، موضوع الكالسيوم زي ما قلنا امبارح، الاسيديتي محتاجينها للابزوربشن بتاع الدايفيلنت ايونز. تفتكروا ده الايرن نفسه، انا ما اقدرش اخد ايرن بريباريشن وانا ما عنديش اسيديتي في الاستومك، لدرجه ان هم عشان انا اخد مالتي فيتامينز ويبقى فيها ايرن بريباريشن محتاج لفيتامين سي يا دكاتره عشان يبقى بروفايد اسيديتي في اللي هو السيتريك الاسكوربيك اسيد علشان يعمل لي الابزوربشن بتاع الايرن. فالاسيديتي دي مهمه لامتصاص الكالسيوم، مهمه لامتصاص الايرن، عشان كده البي بي ايز متوقع ان هي تقلل الكالسيوم ويبقى في انسيدنس اوف فراكشرز، خدت بالكم، رهيبه ومهمه جدا. وبعدين مهم جدا كمان انه الاتش سي ال بيمنع البكتيريا الجروس، يعني الجزئيه دي برضو مهمه. انا النهارده زي ما بقول لكم الناس اللي لسه داخله ببص للجانب المضيء في الاتش سي ال، الاتش سي ال بيعمل لي هل تقدر البكتيريا تعيش في اسيدك ميديوم، سوري بتعيش في اسيدك ميديوم؟ لا، البكتيريا يا جماعه علشان تبقى جروينج وفلوريشنج كده وشايفه نفسها في الجي اي تي محتاجه اسمه ايه ده؟ الالكالينيتي. علشان كده لو ان كمان من ضمن مشاكل البي بي ايز ان لما هي بتدبرايف الاسيديتي من الاستومك والبي اتش بيبقى غالبا الكلاين مع وجود البي بي ايز، بتلاقي في بكتيريا الجروس في الجي اي تي وبيحصل جاسترو انترايتس كتير، فده برضو من ضمن مشاكل الاوميبرازول او البي بي ايز. البي بي ايز كمان يا دكاتره او الاوميبرازول تحديدا، مش كل البي بي ايز طبعا، احنا عندنا عائله البي بي ايز كلها برازول في الاخر، اي حاجه وحط برازول جنبها تبقى بي بي اي، اوميبرازول، لانسوبرازول، بانتوبرازول، ديكسابرازول، رابي برازول، وات ايفر، خدت بالك؟ اسمك لو حطيت جنبه برازول كده يبقى بي بي اي. فاهمين ازاي؟ فالبي بي ايز كمان او الاوميبرازول تحديدا من اشهر 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 الليفر انزيم انهبيتورز. وعشان كده خدوا بالكم بقى من الكلام اللي جاي، مهم قوي هتفتكروه في الايام اللي جايه. انا بقول لكم اهو، البي بي الاوميبرازول انهبيت ميتابوليزم اوف سي وارفرين فينيتوين ويزود التوكسيستي بتاعت الحاجات دي. ولكن لما الاوميبرازول يمنع ميتابوليزم برو دراج زي الكلوبيدو جريل هنقوله دلوقتي، خدت بالكم؟ لا، يبقى انا كده بمنع تحويل الكلوبيدو جريل لاكتيف ميتابولايت. وانت قاعد في يوم في المستشفى هيجيلك مريض، يا دكتور انا لا ابيجاستريك بين تعبني جدا وانا عندي حموضه وخلاص، فانت بقى راشنج كده وهتكتب له اوميبرازول وتمام ويلا امشي بقى يا مريض، انا وقتي وهم بينادوني عندي حاله في العنايه المركزه ضروري ان انا اروح اشوفها. طب يا دكتور عايز اقول لك حاجه، لو سمحت اسمعني. يا عم خلاص ابقى قولها لي المره الجايه، ما انا هطمن عليك المره الجايه. وتمر الايام يا دكاتره، وبعد كم يوم يجي لكم هذا المريض في العناية المركزة أو اللي هي الحسيسة أو الآي سي يو، تمام، بهارت أتاك أو اسكيميك هارت أتاك، وتبص كده للفايل بتاعه تلاقيه ده إيه ده؟ ده كان بياخد كلوبيدو جريل. إيه ده الكلوبيدو جريل ده؟ أنتي بليتلت، تمام؟ وأنت بقى بذكائك وفطنتك وخلاص
يعني ما عندكش وقت عشان تسمع المريض. المريض كان هيقول لك انا باخد كلوبيدوجرين وانت ما اديتوش فرصه. يروح المريض ده هوت لما الكلوبيدو جريل ده بيبقى ميتابولايزد بإنزيم اسمه سايتوكروم بي 450. أول الكلوبيدو جريل يا دكاترة للأكتف ميتابولايت اللي هو هيشتغل وهيمنع البليتلت أجريجيشن. تروح أنت لما تدي الأم برازول تمنع الميتابوليزم بتاعت الكلوبيدو جريل للأكتف ميتابولايت. يبقى إذن الأم برازول بيمنع لي وبيقلل لي الافكتيفنس ومش بيزود التوكسيستي. خلي بالكم في دي، لانه انتوا خدتوا زمان انه الانهبيتور اوف ليفر ميتابوليزم اكيد لما امنع ميتابوليزم دواء هزود الليفلز بتاعته وبالتالي هتزيد التوكسيستي بتاعته. مع الكلوبيدو جريل لا، هنا ده مثال مهم جدا، ان انا مش في كل الحالات اللي بمنع فيها الميتابوليزم اوف دراجز ان انا ازود التوكسيستي. النهارده شفنا اهو الاوميبرازول بيقلل تاثير الكلوبيدو جريل، وهذا المريض يا دكاتره هيدخل في هارت اتاك او اسكيميك هارت اتاك، وهيحصل طبعا بليتلت اجريجيشن، وممكن جدا تبقى مشكله وتكون انت السبب اللي لازم يتقبض عليك كده وتتحط في السجن. فهمني، خدوا الامور ارجوكم بمنتهى الاهميه وانتوا بتقروا الفارما، مش مجرد انه ده دراج انتر اكشن والسلام انتهى. انا ما تذاكروش عشان المعلومه دي مهمه في الامتحان، لكن ذاكروا علشان في مريض مستنيكم بيتمنى انه يعيش وبتتمنى اسرته انه هو يبقى كويس في بيت وراكو بيبقى عايز يفرح بيكو كدكاترة. فبالتالي ما تقولوليش بقى هنمتحن أونلاين هنشوف الأسئلة ونغشها ونعمل الكلام ده. الكلام ده غلط غلط، أرجوك ركزوا كويس جدا جدا، ماشي يا دكاترة. فبالتالي زي ما انتوا شايفين ان الام برازول الفراكشرز اللي بيعملها والبي 12 ديفيشنسي والكالسيوم ابزوربشن اللي بيتاثر والبكتيريال جروس اللي بيحصل والجاستريك كارسينوما مشاكله مهمه على قد الافكت. يبقى ايه بعد كده اهوت بقى زي ما انتم فرحتوا امبارح بالاوميبرازول وقد ايه تاثيره اوت لاست البلازما هاف لايف وبيقعد وانبهرتوا جدا بالاوميبرازول، النهارده شايفين الجانب المظلم بالنسبه له وعرفنا قد ايه بقى قيمه الاتش سي ال اللي كنا بنبص على ده بيعمل انسر، بص ده بيعمل ألسر، وعايزين كأنه ايه وصمه عار على الاتش سي ال انه يعمل ألسر يا دكاتره. فاهمين الجزئيه الثانيه بقى نيجي الموضوع. انتوا سامعيني يا دكاتره ولا لا؟ دكاتره معك دكتور معك احنا تمام. طب ارجوكم تفاعلوا ويا ريت لو في حاجه قولوا لي اول باول لو سمحتوا. الجزء اللي بعد كده الانتي كولينرجيك اللي هو الفيجال استيميوليشن، وزي ما قلنا امبارح انه الفيجال استيميوليشن مش هو الاساس في موضوع الاتش سي ال. يعني انا لما باكل بيحصل فيجال استيميوليشن وريليز للاتش سي ال، ولكن هناك دور اهم للهستامين هناك بروتون بامب. فمش منع الفيجال استيميوليشن بالانتي كولينرجيك دراجز وهتقول لي لا ده في سيلكتيف على الام 1 اللي هم البايرنزبين والتيرنزبين، اوكي على عيني وعلى راسي، ولكن ممكن جدا ما يدوش افكت ويبقى تاثيرهم اقل كتير من الـ بلوكرز والبروتون بامب اكتر. والاحسن ليك انك ما تكتبش انتي كولينرجيك، والاحسن ما تكتبش انتي كولينرجيك في الجاستريك ألسر بالذات. ات از كونترا انديكيتد الانتي كولينرجيك، ودي جزئيه مهمه اكتبوها لو سمحتوا. الانرجيك ممنوعه تماما في الجاستريك ألسر، هتقدر تديها للديودينال. فاكرين امبارح لما قلت لكم الديودينال سببه الاساسي هايتيديتي والجاستريك سببه الاساسي ميكوزال ديفكت؟ النهارده بنفهم النقطه ديت. مع الانتي كولينرجيك يا دكاتره انت هتقلل الجي اي تي موتيليتي وهتقلل ان المعده تنقبض، وبالتالي الاكل يقعد في المعده مش هيحصل الامتنج كويس للفود من الاستومك، والفود هيعمل كونتاكت على الميكوزا بتاعه الاستومك وهيقعد يجرح فيها وبالتالي يزود جاستريك ألسر. فهمتوا ازاي؟ يبقى الانتي كولينرجيك باي ديكريزنج
gastric motility وديكريزنج الجاستريك امتنج دكاتره بيحصل الانكريز كونتاكت تايم ما بين الفود وما بين الميكوزا وبالتالي بيزود الالسريشن. ما قلنا الاكل بيتعب المريض، الاكل بيجرح في الجاستريك ألسر لانه الجاستريك ميكوزا فيها ديفكت. خدت بالكم؟ هتقول لي الفود فيها الكالينيتي بتعادل الاسيديتي، اقول لك ماشي، بس لا ده في ميوكوزا ديفكت في الجاستريك ألسر هو اللي مسبب الموضوع بدرجه كبيره. ماشي يا دكاتره فاهمني ولا لا؟ اذا الانتي كولينرجيك يا ريت تبقى كونترا انديكيتد في الجاستريك ألسر، ولو هديها في الديودينال ألسر هديها وانا عارف ان تاثيرها ما هواش يعني واو، ما هواش افكتيف زي البي بي ايز وزي الاتش 2 بلوكرز ده كده. خلاص الفيرست دراج اوف تشويس لحالات الجيرد وحالات الزولينجر إلسون لا جدال البروتون بامب انهبيتور. اوكي ندخل بقى على موضوع اللي هو البروستاجلاندينز، وزي ما قلنا امبارح البروستاجلاندين من الديفنسيف ميكانيزمز اللي بيها هحمي الجاستريك ميكوزا. البروستاجلاندينز بتعمل ايه؟ بتعمل ثلاث حاجات يا دكاتره. بروستاجلاندينز دي بتعمل ثلاث حاجات في الاستومك، تزود البلاد فلو، وانا عايز بلاد فلو كويس للميكوزا بتاعت الاستومك، بتقلل الاتش سي ال. البروستاجلاندين تقلل الاتش سي ال، مهمه دي دور مهم جدا. الدور الثالث الرئيسي بقى ان هي السبب الاساسي في تكوين السيتوبروتكتيف لاير اللي هي الميوكوزال بروتكتيف لاير اللي هي الميوكاس والبايكربونات، واحنا منتظرين كده من البروستاجلاندين صراحه. بس لا ننسى البروستاجلاندين انها بتزود البلاد فلو وان هي دكاتره بتزود بتقلل الاتش سي ال، يعني ليست مجرد سيتوبروتكتيف. ولذلك احنا بندي الانالوج اللي هو الميزوبروستول لهذه الحالات في ايه بقى؟ انهي ألسر بالذات اللي بنفكر ندي فيه ميزوبروستول؟ مش كل الألسرز، الألسرز اللي هي ريليتد للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. تمام؟ المريض اللي هيجي لي يقول لي يا دكتور ده انا على طول اي الم باخد معاه الاسبرين والبروفين والكيتو بروفين والحاجات اللي هي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، انا على طول اقل الم باخد لي الحاجات ديت يا دكاتره. تمام؟ فعشان كده الكرونيك يوز للنون ستيرويدال هيبقى معاه الديبريفيشن اوف بروستاجلاندين. ما انت بالنون ستيرويدال بتمنع تكوين البروستاجلاندين، فعشان كده اهم حاجه لعلاج الالسرز اللي هي ريليتد للنون ستيرويدال هتبقى الميزوبروستول. ارجوك خد هيستوري كويس من المريض. تمام؟ مش على طول انت راشنج ليه ميزو بتاع ده اوميبرازول اتش 2 بلوكر اي حاجه فاكرها كده من الدراجز بتاعه الالسر تروح كاتبها والسلام. خد هيستوري كويس من المريض. المريض قال لك انا 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 باخد نون ستيرويدال، انا باخد كلوبيدو جريل، انا باخد ما اعرفش ايه. اسال عن الحاجات ديت تحديدا، يهمك قوي الدقه. المرضى عندنا بسطه يا دكاتره، ممكن جدا يقول لك انا باخد ادويه كتير وانت ما تهتمش، قول له وريهاني، قول له هاتها معاك، او لو سمحت بقى جيبها لي، او اسال اهلك ان هم ايه الادويه اللي انت بتاخدها. لازم تتاكد من الجزئيه ديت ارجوكم يا دكاتره. فاهميني ازاي؟ نيجي بقى اللي هم السيتوبروتكتيف ايجنتس يا دكاتره، اللي هم الاولهم زي ما اتفقنا البروستاجلاندين، وشفنا اللي هو الميزوبروستول. طبعا برضو الميزوبروستول من الحاجات المشهوره بالنسبه له انه البروستاجلاندين بتزود اليوتراين موتيليتي، فدي جزئيه مهمه ان لو بريجننت وعندها ألسر وجايه لك العياده علشان تكشف وانت هتديها ميزوبروستول، خلي بالك ميزوبروستول كبروستاجلاندين بيزود اليوتراين وبالتالي ممكن جدا يعمل ابورت. فاهمني؟ فديت جزئيه ايضا مهمه بالنسبه لنا. ماشي يا دكاتره ولا لا؟ فاهمني لغايه اللحظه ديت؟ عايز حد يسال سؤال، نفسي حد يسال سؤال فيكم. دكتور انا بدي اسال سؤال. اتفضلي يا رنيم. الانتي كولينرجيك دراجز. هلا كنا بنعطيهم لشخص عنده مثلا دوادينال ألسر صح؟
ممكن بس هيبقوا ليس افكتيف زي ما اتفقنا عن ال H2 بلوكر والبي بي اي. انا ما انكرتش انه نقدر ناخده. ماشي تمام وكملي. هلا هسا اذا الهستامين بلوكر هم اصلا يعني اهم، لانه حكينا الهستامين يعني ما بصير في اكتيفيتي لاسيتيل كولين الا اذا كان الهستامين موجود. تمام برافو عليك يا هي. ليش ما من البدايه البيشنت هستامين بلوكر وانسى الانتي كولينرجيك؟ يعني ليش هم اصلا موجودين في التريتمنت للدوادين الالسر فور اكزامبل؟ برافو معلش هي غلاسه مننا ان احنا نحط الانتي كولينرجيك بس لان هم اوبشنال دراجز هم موجودين، لكن انت بالضبط اللي تفكيرك لا الهستامين اولى بالضبط ال H2 بلوكر اولى. انت لو موجوده حاليا في المدرج انا كنت قلت للاولاد كلهم وللدفعه كلها يسقفوا لرنين بجد هايله يا رنين برافو عليك. تمام لكن في الجاستريك اوعي تفكري فيهم اساسا. طبعا فهماني كونتاكت تايم بين الفود والمي. ايوه عشان الموتيليتي. تمام حد يا دكاتره تاني يفرحني بسؤال. يا لو قدامي دلوقتي كنت اقتلكم. طيب السكر الفيت بقى سكر الفيت السكر الفيت ده حكايه من اسمه كده سك سي اس يو يعني سكروز سكروز اوكتا سلفيت والومنيوم هيدروكسيد جيل يعني هو عباره عن سكروز اوكتا سلفيت سكروز سلفيت وفي الومنيوم هيدروكسيد جيل. واول ما تلاقي كلمه الومنيوم هيدروكسيد جيل تقول ده الالومنيوم هيدروكسيد جيل ده انتاسيد. فاهمين؟ لان هناخد بعد شويه الانتاسيد من ضمنهم الالومنيوم هيدروكسيد. ولكن المفاجاه ان السكر الفيت رغم وجود الالومنيوم هيدروكسيد اللي موجود فيه ولكنه ملوش انتاسيد اكتيفيتي. اهو غلاسه في السكر الفيت ان هو لما ياخدوا المريض عند بص بقى اشتراطات السكر الفيت وغلاسه السكر انا بشبهه بالدواء الغلس الملزق اللي عامل زي الدبانه كده اللي عايزه تتضرب. ازاي هتعرفوا حته بتلزق دي دلوقتي؟ السكر الفيت يقول لك انا عايز بي اتش 4. يا سلام يا سلام يا حبيبي يا سلام يا سكر الفيت عايز يا بابا بي اتش 4 عشان تشتغل. كل ما البي اتش يقل انا اشتغل كويس. طيب وعندي البي اتش ديت سلام بتعمل ايه يا بابا؟ تمام يقولك انا هو هنا لوكال مش زي الدراجز اللي اخذناها امبارح اللي هي كانت لازم تمتص تمام وتروح ترجع للجي اي. لا هو بيشتغل لوكال عندي بي اتش اسيدك 4 يروح يتحلل ويطلع الالومنيوم. طبعا الالومنيوم ده بقى هيلاقي اي دايفيلنت ايون وفوسفيت بالذات الالومنيوم ده عدو يا دكاتره الفوسفيت يمسك الفوسفيت كده ويكلبش فيها ويقول لها انت رايحه فين يا ماما انت رايحه فين يا فوسفيت تقول انا داخله السيستميك سيركيوليشن اصلي انا بافر انا حاجه مهمه يا بابا سيبني. لا انت كالومنيوم بقى هتروح ماسك في الفوسفيت وتقلل امتصاصه ومش بس كده اي دايفيلنت واي ترايفيلنت ايون ايوه موجود. يعني يا السكر الفيت ده وجود الالومنيوم صراحه لا بدايه. المهم بقى انه خلاص هيطلع الالومنيوم طبعا الالومنيوم بوزيتيفلي اتشارجد خدت بالكم فالسكر الفيت اللي يتحول بقى اللي هو السكروز سلفيت لنيجاتيفلي اتشارجد ايونز دي ايه بقى يروح بقى السكروز سلفيت يروح يلزق كده يعمل ستيكي لاير على الالسر بيز يا دكاتره. يعني الالسر طبعا حفره في البتاع ديت الميجوزا يروح هو لازق فيها خدت بالكم والستيكي لاير ديت بتتشال كده كل 6 ساعات. يعني عشان كده حتى السكر الفيت يقول لك بيتاخد كل 6 ساعات يعني 4 مرات في اليوم. افتكروا السكر الفيت بيشتغل ال دي اتش 4 وبيتاخد 4 مرات في اليوم بيعمل ستيكي لاير كده على الالسر بيز ومش بس كده ده كمان بينديوس البروستاجلاندين عشان تكون طبقه الميوكس والبايكربونات تروح برده جايه على الالسر عشان تحمي من الاتش سي ال والمشاكل بتاعه. ومش بس كده كمان بيمنع البيبسين حلو قوي بس هو ستيكي بيلزق عامل زي الغيره وماده لاصقه زي ما بقول لكم كده او الدبانه اللي بتلزق علينا خدت بالكم.
واي دراج ما اقولكوش بقى يبقى موجود في الجي اي يلزق فيه، يلزق فيه، عامل زي صاحبك الغتت كده بقى الغلس اللي على طول لازق لك، بيجي لك البيت ولازق في البيت ومش عايز يمشي. فاهمين ازاي؟ سكر الفيت يلاقي الديجوكسين يمسك فيه، يلاقي وارفرين يمسك فيه، يلاقي اي دراج موجود في الجي اي تي يمسك فيه ويمنع الابزوربشن بتاع الدراجز دي. اذا اسال لو سمحت عن الادويه الثانيه اللي بياخدها المريض. النهارده احنا كل ادويه الالسر ملزقه مع ادويه ثانيه لو سمحتوا. ماشي يا دكاتره؟ فاهمني؟ قولوا لي اه او لا، انا عايز رياكشن. دكتور فاهمينك، عندي سؤالين بس بدي اسالك. ايه يا دكتور عبد العزيز؟ اه دكتور، في سؤالين بدي اسالك اياهم. هلا احنا حكينا انه السكر الفيت بيكون فيه ألمنيوم، والألمنيوم هو أنتي أسيد، بس المناقض هون إنه ما بيشتغل إلا على بي إتش لازم يكون 4. طب إذا هو أنتي أسيد بتكون يعني نوعا ما مش كثير عالية الأسيديتي، فكيف؟ لا ما أنا بقول لك الألومنيوم هيدروكسيد اللي طالع من السكر الفيت ما بيعملش الأنتاسيد. هذا الألومنيوم اللي موجود في السكر الفيت غير لما أدي ألومنيوم هيدروكسيد ألون وحدي كده كأنتاسيد. يعني ادي مريض كده الومنيوم هيدروكسيد الون هيشتغل كانتاسيد، لكن الومنيوم هيدروكسيد اللي طالع من سكر الفيت ليس له انتاسيد اكتيف. تمام دكتور. هلا في سؤال ثاني، كيف بدي يكون افكتيف؟ يعني كيف نعرف انه البي اتش في الاستومك هي 4 فهو ما بيشتغل الا في 4؟ كيف نعرف؟ ما هي دي بقى حسب ما هو ده الافكتيف نسبة بتاعت الدراجز. يعني السكر الفيت انت بتديه على ان يكون البي اتش مور اسيدك لهذه الدرجه، 4 ديت مور اسيدك، وانت وحظك بقى يعني هيبقى فيه تاثير او مش هيبقى فيه تاثير. انت يا رب ان هو يشتغل السكر الفيت. عشان كده برضو السكر الفيت ما يعني الدراجز بتاعت الالسر هي كلها قدامنا، واحنا بقى لنا الاختيار ولنا ان احنا نختار مين. يعني انت هتديه وانت وحظك. انت لو دكتور مكلكع بقى وما بتذاكرش كويس هيجيلك في يوم السكر الفيت ما يديش تاثير. فهمني؟ ما تزعلش مني عبد العزيز. اه اكيد دكتور. اوكي. لكن انا قصدي ان انت بقى اكوردنج للبي اتش بتاع الاستومك هو كان اكت، وهي غالبا بيبقى ما انت بتفترض هايبر اسيديتي. لكن زي ما احنا قلنا لابد نحط في اعتبارنا في ميوكوزال ديفكت وفي اتش بايلوري. يعني انا اللي عايزه مع محاضره البتاع ده البيبتيك ألسر، انك ممكن تقعد تدي مريض حاجات تقلل الاسيديتي وللاسف ما يبقاش تاثير. ماشي؟ تمام دكتور. تمام. يا دكتور فهمني؟ فاهم عليك دكتور، فاهم. اوعى تكون مش مقتنع وبتقول لي كده وتاخدني على قد عقلي. لا فهمت عليك. فينا يعني اكثر من تشويس ولازم احنا نعرف ايش التشويس اللي نختار. طيب نيجي بقى للكاربينوكسولون المهم جدا ده بقى. كاربينوكسولون نفس الكلام، دايما ننصح المريض يشرب حاجه اسمها عرق سوس، عارفينه؟ تمام. الليكوريج ده مشتق منه الكاربينوكسولون. عشان كده دايما مرضى البيبتيك ألسر لما نحب ان يجولنا مثلا البيت ونديهم حاجه ما نديهمش بقى الحاجات الحامضيه والحاجه الساقعه والكلام ده كله، ولا نضيفهم بقهوه ولا بشاي ولا الكلام ده، لا نديهم عرق سوس، نديهم كوبايه لبن، عشان اللبن ده برضو بيبقى الكالاين وفيه بروتين. تمام. المهم يا دكاتره، الكاربينوكسولون اللي هو دريفد من الليكوريج ده مشكلته انه ليه الدوستيرون لايك اكشن، وهو اساسا يشبه الاستيرويد في تكوينه كده، بس هو ما خدش من الاستيرويد غير انه بيعمل سولت ووتر ريتينشن. يعني مش اي دريفاتيف كده من الاستيرويد يبقى لها كل الاستيرويد اكتيفيتي، لا. الالدوستيرون لايك اكشن هو المميز للكاربينوكسولون، والسولت اند ووتر ريتينشن يا دكاتره هو المميز للكاربينوكسولون. عشان كده بقى يا خوفي لو المريض عنده هايبرتنشن وعنده البيبتيك ألسر وانت هتديله الكاربينوكسولون ممكن جدا يحصل سولت ووتر ريتينشن والبلاد فوليوم يزيد والبلاد بريشر يقل، وكمان يقل البوتاسيوم لان الالدوستيرون بيسحب الصوديوم من اليورين وينزل مكانه
بوتاسيوم، فممكن أو يحصل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا دي تعمل لي موسل ويكنس وتعمل لي أريزميا. يعني لو أي حد فيكم قال طب وإيه يعني ما ينقص البوتاسيوم، أنا أديله شوية بوتاسيوم عادي جدا، أقول له لا دي ممكن جدا تعمل موسل ويكنس وتعمل أريزميا. لو حصلت هتدي طبعا بوتاسيوم وكلام زي كده، ويشرب عصاير لأن الفريش جوسس مليانة بوتاسيوم. اللي أنا يهمني دلوقتي هو كمان زي بينديوس البروستاجلاندين لأنه سايتوبروتكتيف دراج، والبروستاجلاندين هتعمل لي طبقة الميوكس والبايكربونيت البروتكتيف. بس إزاي نقلل بقى حتة الألدوستيرون دي؟ أنا هعرض عليكم تو أوبشن وانتوا فكروا. سبايرونولاكتون ألدوستيرون أنتاجونست، خدت البالكم؟ سبايرونولاكتون ألدوستيرون أنتاجونست، والسيازايد دايوريتيك يقلل طبعا يخرج الصوديوم، وطبعا ممكن يقلل البوتاسيوم، بس هو على الاقل دايوريتيك يخلصني من الصوديوم اللي ممكن يجي بسبب ان الالدوستيرون اكشن بتاع الكربينوكسلون. ايه رايكم بقى، ناخد السبايرونولاكتون ولا سايازايد؟ يلا فكروا كده النقطه. نعم يا دكتور. سبايرونولاكتون. سبايرونولاكتون عشان يبقى انتاجونست للالدوستيرون. عايز اقول لك هو السبايرونولاكتون هيضد الالدوستيرون اكشن، بس المفاجاه بقى ترقبوا مفاجاه هتتقال دلوقتي. السبايرونولاكتون وجد انه بيقلل السايد افكت ده اللي هو الالدوستيرون لايك اكشن بتاع الكربينوكسلون، ويقلل الانتي ألسر اكتيفيتي بتاعه الكربينوكسلون. يعني ايه رايكم في هذه المعلومه؟ لازم ناخد الخيار الثاني اللي هو الدايوريتك. طب ايه الرياكشن اللي حصل ليكم دلوقتي لما سمعتوا هذه المعلومه؟ تفاجأنا، فرحتوا، زعلتوا، انبهرتوا، اندهشتوا، عملتوا معقوله ايه ده سبايرونولاكتون يبقى ضد الالدوستيرون لايك اكشن بس يعكنن على الكربينوكسلون في الانتي ألسر يخلي الكربينوكسلون ما يعملش يا دكاتره الايه، ما يعملش يا دكاتره الانتي ألسر اكتيفيتي، ولا يشجع البروستاجلاندين اللي هتعمل لي طبقه الميوكس اند بايكربونيت. يقول له لا انا هنجم لكن تاثيرك كمان انا هلغيه. عشان كده الافضل عشان ادي الكربينوكسلون يا دكاتره ان انا ادي السيازايد وليس السبايرونولاكتون. هذه المعلومة مش مكتوبة في السلايد، وأنا قاصد بس مش غلاسة مني ولا حاجة، إنما عشان أنتوا تبقوا المحاضرة يبقى لها قيمة وتفكروا كويس. ماشي يا دكاترة، فاهمين هذه الجزئية؟ دكتور فاهمين. مش بتتكلموا حرام عليكم. دكتور معاك هنا. دكتور معاك. طيب البيزماس كمان اللي خدناه امبارح وجبنا سيرته مع الكوادربل ولا التريبل؟ حد طب يقول لي البيزماس ممبر اوف كوادربل ولا تريبل؟ كوادربل دكتور. اوف انتي اتش بايلوري. كوادربل. اي كوادربل سيرابي. تمام، البيزماس زي ما قلنا امبارح نفتكر حرف البي اللي موجود فيه، واتفقنا ان هو انتي اتش بايلوري وانه بيمنع البيبسين، وان هو نفسه بارير كمان، هو بيعمل كمان بيغطي البيز بتاعه الالسر ويحمي لي يعني كفيزيكال بارير يحمي لي الالسر من الفيرزر ألسريشن. تمام يا دكاتره، فالبيزمس بس زي ما قلت لكم لازم تقول للمريض معلومه مع البيزمس. هتقول له ايه؟ يلا حد يقول لي هذه الكلام. انا مش هقول يعلم ربنا، هسكت هخرس ومش هتكلم. لازم تقول للمريض حاجة، وإلا يجي في يوم قدام المراية يبص لوشه ويطلع لسانه ويصدم. أيوة برافو عليكم. البلاك هيري ديسكولوريشن للتونج يا دكاترة والتيس، فبالتالي أول ما هو يشوف المنظر ده ممكن يتخض، ممكن تحصل أي مشكلة، يروح لدكتور، الدكتور تاني بقى يقعد يألف ويقول حاجات غريبة وعجيبة، فبالتالي هي مجرد adverse effect، مش adverse بقى، side effect، لأن side effect ما بيبقاش harmful،
سايد غير ادفرس. ادفرس ده بيبقى خطير لما اقول ادفرس. طيب نيجي بقى للانتاسيد. الانتاسيد دورها ايه بقى في البيبتيك ألسر؟ زي ما اتفقنا امبارح دورها الرئيسي البين عشان امسك وكلبش في الاتش سي ال وامنعه ان هو يعمل ستيميوليشن للنيرفز المكشوفه في الألسر. النقطه الثانيه كمان كل ما انا اعمل الكلام ده واحمي وامسك في الاتش سي ال واعمل له نيوتراليزيشن هساعد الهيلينج، هدي فرصه للميوكوزا ان هي تبقى هيلد. فاهمين ازاي؟ عندي انا إيه. طيب الانتاسيد هل تتوقع انها تكون افكتيف في الجاستريك ألسر؟ قولوا لي دكتور بس فور بين يعني مش للا. لكن زي ما قلنا للجاستريك ولا هيبقى لها اي قيمه ك ك ك كعلاج للفيرزر ألسريش. يعني هيستمر ممكن الألسر ان هو لانه انت مش عندك بس اتش سي ال، انت عندك بيبسين برضو بيقوم برضو ب اجريسيف افكت على الميوكوزا. عندنا في الانتاسيد حاجتين وحشين وحاجتين كويسين. حاجتين وحشين لان هم بيبقوا سيستيميكالي ابزوربد، مش مجرد ان هم يشتغلوا لوكال في الجي اي تي، اللي هم فيهم الكربونات الصوديوم كربونات او باي كربونات، صوديوم باي كربونات والكالسيوم كربونات. يا دكاتره الاثنين دول مشكلتهم ان هم بيبقوا سيستيميكالي ابزوربد، ولما بيوصلوا السيستيميك سيركيوليشن طبعا ممكن يعملوا مشاكل. طبعا انت متوقع ان الصوديوم يروح للدم هيعمل ريتينشن للووتر وبالتالي هيزيد البلاد فوليوم وبالتالي ممكن يبقوا المريض هايبرتنسيف. يبقى انا لو سالتك مريض بيبتيك ألسر وعنده هايبرتنشن ايه الدراجين وايه الحاجتين اللي انا ما اقدرش افكر فيهم اساسا خوفا من ان هو هايبرتنسيف؟ الصوديوم بايكربونات انتاسيد وايه كمان حد يقول لي؟ والكارب الكاربينوكسولون. ايوه برافو صحصحين. والكاربينوكسولون هايل جدا يا دكاتره. طيب ايه مشكله الكارب انها تبقى ابزوربت كمان؟ يعني البايكربونات دي لما تروح الدم هتعمل لي الكالوزس. طبعا بالظبط هتعمل لي الكالوزس، برافو عليكم. طب ايه مشكله البايكارب في الاستومك نفسها؟ البايكارب مشكلتها في الاستومك نفسها ريليز اوف كاربون دايوكسيد. معروف طبعا بايكارب متوقع ايه منه؟ لازم يجي كاربون دايوكسيد. كاربون دايوكسيد ده لما المريض ياخد صوديوم بايكارب يقول لك يا بطني منفوخه، بطني ديستندد، عندي ابدومينال ديستنشن بسبب الريليز اوف سي او 2. والمفاجاه ايضا ان السي او 2 انديوس اتش سي ال سيكريشن. يا ربي يا ربي على طعامة وحلاوة الفارماكولوجي يا دكاترة، كأنك بالظبط بتعمل كيكاية كده وهتاكلها بعد شوية، يا متعة. الكربون دايوكسيد اللي بيطلع من الصوديوم بايكربونات في الاستومك بيعمل ما يسمى ريباوند أسيديتي. يبقى لما بتدي صوديوم بايكارب للمريض ويقعد يقول لك أنا بطني بتتنفخ وأنا دكتور مش حاسس بتحسن، وبعد ما انت عملت لي شويه ريليف كده وتحسنت وبدات ما اشعرش بالحرقان بتاع المعده ده، يا ربي انا دلوقتي حاسس بحرقان شديد جدا، ده انت دكتور فاشل وانت دكتور مش كويس على فكره، انا بكرهك. عرفت ليه؟ عرفتوا ليه يا دكاتره الاسيد ريباوند؟ ان السي او 2 ريليزد فروم صوديوم بايكربونات مشكله، والكالسيوم كربونات نفس الكلام، اي حاجه فيها كربونات هتعمل ما يسمى ريباوند اسيديتي. طب نيجي للكالسيوم كربونات، ايه خطوره ان الكالسيوم يبقى ابزوربد؟ هايبر كالسيميا. وطبعا الهايبر كالسيميا دي نيورو توكسيك، يعني اوعى تفرحوا ان الكالسيوم كالسيميا مشكله. وليت نفس الكلام الكالوزس واسيد ريباوند. ويا سلام لما الكالسيوم كربونات انت بقى تتمعلم كده هوت كدكتور وتقول للمريض اشرب لبن بقى، اشرب لبن، واللبن فيه بروتينز والبروتين الكالاين والكربونات هتروح تعمل الكالينيتي في الدم، المريض يدخل في ما يسمى ميلك الكالي سندروم. يعني ايه ميلك الكالي سندروم؟ تلاقيه الكالوتيك وتلاقيه فيه كالسيوم كتير، كالسيوم جاي من الكالسيوم كربونات وجاي كمان من الميلك، والكالسيوم دوت زي ما قلنا الهايبر كالسيميا في منتهى الخطوره
على الـ CNS وأيضا على كل الأورجانز، يعني بيبقى فيه سندروم كده من الهايبركالسيميا. لا مجال إن أنا أشرح لكم خطورة الكالسيوم والهايبركالسيميا ده كده، بس مهم جدا موضوع الـ واحد فيكم هيقول لي هو ازاي الكالسيوم او الكربونات السي او 2 بيعمل اسيديتي، ازاي ايه فكره الريباوند اسيديتي؟ السي او 2 مش هو نفسه اللي بيندوس الاتش سي ال، لا الجاسترين. يعني السي او 2 بيقال انه بيخلي الجي سيلز تطلع جاسترين كتير، وهي دي اللي بتعمل الهايبر اسيديتي يا دكاتره. تمام، فاهمني الاثنين الوحشين دول، كالسيوم كربونات وصوديوم بيكربونات انتاسيد، فاهمين يا دكاترة؟ دكتور فاهمين، بس لو ترجع تعيد جزئية اللبن، انه ليش ما يشربش لبن بالكالسيوم كربونات؟ هو انا ما اديش الاثنين مع بعض، يعني ما احطش ملك واشرب لبن مع كالسيوم كربونات، لان الملك فيه كالسيوم والكالسيوم كربونات فيه كالسيوم، كده انت هتزود فرصة الهايبر كالسيميا برضو. والنقطة الثانية انه الملك فيه حاجات الكالاين، تمام، بروتينز كده الكالاين، فالمريض بيدخل في الكالوزس، وانت مش عايز الكالوزس ولا عايز اسيدوزس، انت عايز اسيد، عايز بي اتش نورمال، خدت بالك؟ فبالتالي الملك مع الكالسيوم كربونات بيعمل لي الحته ديت الكالسيوم. وعلى فكره الكالسيوم مؤذي كمان يا دكاتره للكدني، الكالسيوم زيادته على الكدني دينجرس، فاهمين ازاي؟ عشان كده حتى لما بناخد فيتامين دي ما بناخدوش كده هزردس كده باي جرعات والسلام، لان الفيتامين دي بيزود الكالسيوم. كالسيوم كربونات ده اياك تديه المريض عنده رينال امبيرمنت، اياك دكتور. الجزئيه فهمني يا عبد العزيز. دكتور فاهمك، فهمتها. تمام، طيب الاثنين الكويسين بقى اللي هم المغنيسيوم هيدروكسيد والالومنيوم هيدروكسيد، الاثنين دول واحد فيهم لاكزاتيف هندرسه كلاكزاتيف اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد جيل، والتاني اللي هو الالومنيوم زي ما احنا قايلين من شويه ان هو بيكون اسمه ايه ده كونستيبيتنج، يعني هيعمل كونستيبيشن. فالافضل صراحه انك تدي الاثنين مع بعض عشان النورمال باول هابت، لا انا عايزه كونستيبيتنج ولا انا عايزه بتاع ده دايريك بيشنت، فاهمين؟ فبيفضل ان انا ادي المغنيسيوم مع الالومنيوم. طب هنا سؤال، هل هناك خطوره للمغنيسيوم والالومنيوم ان هم يبقوا ابزوربت سيستميكالي وان هم يعملوا مشاكل؟ لا ما تقوليش واحد بقى يقول لي ايه، انا صوديوم كربونات الصوديوم يزيد، كالسيوم كربونات هايبر كالسيميا، مغنيسيوم هيدروكسيد هايبر مغنيسيميا، الومنيوم هيدروكسيد هايبر الومنيميا، خدت بالكم؟ غلط، المغنيسيوم هيدروكسيد والالومنيوم هيدروكسيد لا يمتصوا، ماشي، بيشتغلوا لوكال. طب امال ايه بقى خطورتهم؟ كونستيبيشن ودايريه زي ما اتفقنا، ولكن الالومنيوم بيعكنن على ايه؟ الالومنيوم ده ضد مين؟ انتيبيوتكس الفوسفات. ايوه ضد الفوسفات، الالومنيوم ما يحبش ابدا انه يحصل فوسفات، عشان كده يحصل هايبوفوسفاتيميا. يبقى واحد فيكم شاطر كده يقول لي بص الدكتور روماني الكذاب قال الالومنيوم هيدروكسيد ملوش سيستميك افكت وهو بيحصل هايبوفوسفاتيميا، شوف كذبه وغشه وقد ايه الغلط اللي بيقوله، فهمتوا؟ هاو هايبوفوسفاتيميا بتحصل، الالومنيوم بيعمل كليشن مع الفوسفات يا دكاتره لوكال، ذيس از ا لوكال افكت، والسكندري سيستميك افكت اللي حصل ده نتيجه ان الالومنيوم اثر على الفوسفات، ومش بس هياثر على الفوسفات ده هتلاقوا في الليسته بتاعه الدراج انتر اكشن ان الالومنيوم بايند بالايرن بالمغنيسيوم بالانتيبيوتكس معظمها الفلوروكينولون والتتراسايكلين، الادويه اللي هي ملزقه ديت التتراسايكلين والفلوروكينولون، يعني يحبوا قوي يمسكوا في الدايفيلنت والترايفيلنت ايونز زي ما انتم يمكن فاكرين قبل كده، فاهمين يا دكاتره؟ والديجوكسين ما اقولكوش، يعني حاجات كتير جدا ودراجز كتيره جدا الالومنيوم بيمسك فيها ويبقى باوند بيها، فخلي بالكم كويس قوي من الدراج انتر اكشنز المتوقعه يا دكاتره من الانتاسيد.
تمام؟ فاهمين يا دكاترة ولا مش فاهمين بجد؟ آه سكتت دكتور. فاهمين؟ لا فاهمين. فاهمين؟ طيب عايز أقول لكم في موضوع البيبتك ألسر لو سمحت. موضوع امبارح بعض الدكاترة زملائكم قالوا لي إن في حاجة ضد الإتش بايلوري موجودة في الصيدليات اسمها اللاكتوباسيلس، خدت البالكم؟ إحنا ليه دي يا دكتور ما بندرسهاش في الفارما؟ إحنا ما بندرسهاش لأن هي مش دراج، هي حاجة زي فلورا كده أو زي بكتيريا نورمال، خدت البالكم؟ إحنا بنعمل بيها زي ما بتقولوا بالانس للبكتيريا الفلورا اللي عايشة في الجي آي تي يا دكاترة. البكتيريا الفلورا اللي موجودة في الجي آي تي في منها حاجات نورمال كتير ومهمة جداً للالكالينيتي بتاعت الانتستين اللي هي مهمه للابزوربشن ولل لل لل, لل... ايه لفيتامين كي مثلا برودكشن ولل لايه كمان البكتيريا الفلورا بتطلع فيتامين كي وبتبقى مهمه جدا للنورمال نورمال بي اتش اللي موجود في الجي اي تي للالكالينيتي بتاعت الجي اي تي، خدت بالكم؟ وفي في نفس الوقت باثوجينيك اورجانيزم ومن ضمنها الاتش بايلوري، خدت بالكم؟ وبالتالي لما بيبقى فيه دوميننس للنورمال فلورا ده ممكن يعني يخلي الباثوجينيك اورجانيزم تبقى اتنويتد شويه وتبقى الباثوجينيستي بتاعتها تبقى اتنويتد. فاحنا استخدمنا اللاكتوباسيلس في علاج الاتش بايلوري انفكشن تمام، هو مجاله ان انا بعمل بالانس واعيد الاتزان للبكتيريا الفلورا اللي عايشة في الجي اي تي بصفة عامة. ركزوا كويس قوي. عايز اقول لكم امبارح يمكن انا كنت قلت ان البيزمس هناخده في مناسبات تانية، فعلا هناخده في مناسبات تانية. البيزمس مهم قوي في الالسراتيف كولايتس، هناخده كأنتي ايميتيك. امبارح بقى انا افتكر ان انا قلت ان هو بيتاخد كلاكزاتيف، لا هو بيتاخد كأنتي كونستبيتي كأنتي دايريك، آسف امبارح غلطت الغلطة ديت وأنا فكرت فيها بعد ما خلصت معاكم الميتينج إن أنا احتمال أكون قلت إن البيزمس بيعالج الكونستبيشن فيبقى لاكزاتيف، لا يا دكاترة البيزمس أنتي دايريك ماشي. فالبيزمس مهم وهناخده في أكتر من مناسبة في الموضوع ده. ركزوا كويس قوي على الأسئلة اللي أنا حطتها تحت الصور الموجودة على الفيسبوك، مهم وياريت يكونوا اتجاوبوا. دايماً أنت قيم نفسك بعد المحاضرة أنك تجاوب أسئلة وتجاوب أسئلة فيها كيسز ماشي. أنا مش عايز أرعبكم ولا تقولوا كيسز وده جاب لنا كيس في الامتحان وخلانا مش عارف إيه، أنا بحذركم المحبة اتدرب على انك تشوف بروبلم قدامك وتفكر فيها، وبدربك اهو علشان محدش يقول ده جاب لنا في الامتحان كيس. فبلاش حكايات الايه الطالب اللي هو انا هجيب لك حاجة زي كده عشان انت بقى تقعد اونلاين، حتى لو امتحنت اونلاين تقعد تدور فين الاجابة فين الاجابة، فتأثر بقى على المواد التانية. شفت الشر اللي فيها؟ لا يا دكاترة أنا مش شر ولا حاجة، لكن أنا الفكرة وهدفي الرئيسي إن أنتوا تتعلموا اتعلم صح ماشي. أي حاجة في الأسئلة اللي أنا بعتها لكم ديت مش معروفة فكروا فيها وتواصلوا معايا دكاترة، عايزين وسيلة تواصل، اعملوا جروب على أي حاجة، ابعتولي على الماسنجر، كلموني تمام. أرجوكوا يبقى فيه لغة تواصل، مش عايزين دلوقتي واحد تخ 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 عمال يتكلم وناس تخ 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 عمال تسمع وخلاص. ماشي يا دكاترة؟ دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي ريم رند. رندا سوري. اتفضلي دكتور. الأدوية اللانزبرازول والأدوية كلها يعني بناخدها مع الأكل ولا يعني هل بصير أخذها مع الأكل ولا لازم قبل الأكل؟ لا طبعاً تبقى إفكتف بعد الأكل، لأنه هي وأنت وفي نفس الوقت إحنا قلنا إنه أدبد تايم الميجور HCL سيكريشن بيحصل بالليل أدبد تايم أت نايت أكتر، فهو أنت ممكن المريض نديها بعد الأكل
او at bedtime. تمام؟ لان هم دول اللي فيهم ال HCL secretion بيحصل. ال HCL بيطلع food related او basal. basal اكتر at night. فعشان كده يبقى التايم الافضل انه بعد، لكن مش قبل الاكل. يفضل عشان يبقوا effective ان هم يبقوا قبل بعد الاكل او at bedtime، لانه في وقت مفهوش وبيبقى فيه basal HCL secretion كبير. فهماني؟ تمام، شكرا دكتور. يا دكاترة، اي حد يسأل اي اسئلة؟ في اي مشاكل بتواجهكم؟ يا دكتور عبدالله، اي دكتور منكم لو سمحتوا. يا دكتور، دسلك السل هايبوفوسفاتين ممكن تعمل اوستيوبوروسيس؟ لا 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 لا، الهايبوفوسفاتيميا والكالسيوم احنا دايما نقول في البلد الفوسفات لما بيقل الكالسيوم بيزيد. دي العلاقه اللي ما بين التو ايونز دول، دايما الفوسفات لما يقل في الدم تلاقي الكالسيوم بيزيد. خلاص، فلا لا لا لا. دكتور. يا دكتور مين؟ مثنى. دكتور هسه حكينا ان البروتون بامب انهيبيتور بيعمل على تقليل الـ HCL. تمام. تمام، والـ HCL هو مهم عشان الكالسيوم absorption. وبيعمل fracture بالبونز. تمام. طيب هسه الـ H2 antagonist كمان كونها انها effective كمان بنفس، خلينا نقول اقل منها، بس بتعمل برضو bone fracture. في احتمال، في بس مع البي بي اي اكتر جدا، لان احنا اتفقنا امبارح وقلنا ان سنجل دوز ممكن تقلل ال HCL بدرجه تكاد تكون 90%. تمام. فبالتالي البي بي اي اخطر. يا دكاتره تواصلوا معايا يا دكاتره، وخلينا ان كونتاكت ما نقطعش، وذاكروا ارجوكوا عشان هتكونوا دكاتره. ارجوكوا هذا الكونسبت، كل ما يجي وقت تفكر تقول انا خلاص هو اونلاين، انا دلوقتي لما يجي لي السؤال هتشاور مع زملائي ونتناقش مع بعض ونحاول نحل السؤال مع بعض. ارجع كده وضميرك كده هوت يقول لك لا انا هكون دكتور، مش ممكن هبقى لما هبقى قدام المريض هروح استعين باصدقائي واقول لهم نديله ايه. لا، ما يصحش، مش كده ولا لا؟ فارجوكم، انا خايف عليكم، عايزكم كويسين. ماشي، واشكركم جدا يا دكاتره، وهعمل اند للميتنج دلوقتي واسيبكم، وان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي باذن الله. في حد عنده اي استفسارات يا دكاتره؟ دكتور اقفل. اي يا دكتوره؟ دكتور ممكن بدي اسالك، الكاربونكسالون ممكن استخدمه از هاي بوتنشن دراج؟ لا 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 لا. تمام. لانه انت بس عشان يعمل الادفيرس افكت ممكن يحصل وممكن ما يحصلش على فكره، يعني ان هو تحط احتماليه انه يعمل بتاع دوت سولت اند ووتر ريتينشن، وده ريليتد كمان للدوز. عشان يحصل سولت ووتر ريتينشن انت محتاجه يعني برضو ان الدوز بتاعه الكاربونكسون تكون كبيره. فهماني؟ فاحنا بنتكلم ان في احتماليه، مش بنقول 100% ان انا هعمل سلطان دوتر ريتينشن. فهماني؟ تمام. شكرا. ايه دكتورة؟ ماشي دكتورة، سؤال كويس قوي. وعلى فكرة انتوا بتسألوا اسئلة حلوة جدا، وانتوا شاطرين وممتازين، وانا فرحان جدا بيكم. وعايزين الاسئلة صعبة ولا سهلة؟ في كذا واحد وطالب وطالبة قالوا لي هات لنا اسئلة صعبة بنحبها. خليهم سهلين يا دكتور. رزان مرة قالت لي، دانا مرة قالت لي، حمزة السي آر بتاعكو قال إنه عايز أسئلة صعبة. أنا بهزر معاكو وبمزح معاكو، لكن إن شاء الله أنا عايزكو بس دكاترة كويسين. أوكي، يلا أسيبكو عشان دكتورة نسرين ما تزعلش، وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب. بي إن تاتش يا دكاترة. باي باي، سلام. هقفل. باي باي.